وقعت مجموعة شركات إخلاص القابضة التركية على اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة تشاينا سيلك رود جروب الصينية للعمل المشترك في تعزيز بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. وطبقا للاتفاق، ستعمل المجموعتان معا في جميع الاستثمارات التركية والدولية في إطار مبادرة الحزام والطريق. تفاصيل أوفى مع مراسلتنا من تركيا إيمان ديميرهان. تواصل تركيا بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الصين لتدشن أولى خطواتها على طريق الحرير مع توقيع مجموعة شركات إخلاص القابضة التركية على اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة China Silk Road Group للعمل المشترك بتعزيز بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. وفقا للاتفاق، ستعمل المجموعتان التركية والصينية معا في جميع الاستثمارات التي ستجري في تركيا و 67 دولة أخرى في إطار مشروع حزام واحد طريق واحد، ويقدمان الخدمات الاستشارية لمراحل التطوير والتمويل والتنفيذ، وخاصة استثمارات الطاقة والبنية التحتية والمقاولات. اتفاق وصفته الشركة التركية بالتاريخي، معتبرة أنه ثمرة اللقاءات والتفاهمات بين الرئيسين التركي أردوغان والصيني شي في بكين، والتي أنتجت شراكة تركية صينية استراتيجية بامتياز. نحن اليوم نحصد ثمار ما زرعه الرئيسان شي وأردوغان في بكين من علاقات استراتيجية قوية. مشروع حزام واحد طريق واحد الذي تشارك فيه مجموعتنا إخلاص باسم تركيا يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وعندما يكتمل المشروع، من المحتمل أن يغير بشكل جذري الخريطة التجارية والاقتصادية وشبكة الطاقة في العالم. مجموعة إخلاص القابضة أكدت فخر تركيا بشراكتها مع الصين في هذا المشروع الأضخم في العالم الذي سيفتح جسرا اقتصاديا بين البلدين، معتبرة أن خطة الرئيس شي بحزام واحد طريق واحد تشكل قوة دفع جديدة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل اتساع رقعة مجالات العولمة التي تحث على التعاون والانفتاح المشترك بين الدول. نحن سعيدون جدا بهذا الاتفاق الذي سيعود بفوائد لا تحصى على الصين وتركيا والعالم أجمع. الصين دولة تنمو اقتصاديا بشكل مذهل، وأهم شيء هو الاستقرار والأمن المستتب فيها، والذي يعتبر عنصرا أساسيا لقوة اقتصاد أي بلد، بالإضافة إلى أنها دولة لا مطامع سياسية لها، بل هدفها الانفتاح والكسب الاقتصادي والنمو للجميع، ما يجعلها بلدا محبوبا للأتراك وكل شعوب العالم. الحقيقة أن الرئيس شي جين بينغ جاء بفريق اقتصادي قوي جدا لهذا المشروع العملاق. وبهذا الاتفاق تكون تركيا قد حجزت لنفسها مكانة استراتيجية مهمة في قلب مشروع طريق الحرير التاريخي الذي سيقلب جميع التوازنات الاقتصادية في العالم باعتباره المشروع الاقتصادي والتنموي الأكبر الذي تشهده الكرة الأرضية بشمول أكثر من ثلثها. إيمان دمرهنا، سي جي تي العربية، اسطنبول.